طفل قليل الكلام، فيما هناك طفل آخر ينطق الكلمة بشكل طريف، والطفل الثالث فإنه يفكر قبل أن يتكلم ويخلط لغتين في جملة واحدة. فهل يعاني هؤلاء الأطفال مشكلة في الكلام؟ هناك أسباب كثيرة وراء تأخر النطق عند الطفل، منها بيولوجية، مشكلة في السمع مثلاً، أو اجتماعية عندما لا يحاور الأهل الطفل. بالنسبة للتأخر اللغوي فطبعاً ممكن إن إحنا بنلاحظ بالنسبة للتأخر اللغوي الطفل من عمر 3 شهور إلى 5 شهور الأم مفروض إن هي تكون واعية للأصوات الأولى اللي هو بيقولها المناغاة. من عمر 3 شهور ل 5 شهور بيبدأ الطفل يعمل أصوات مناغاة، الأم بتكون حريصة وتكون ملاحظة للأشياء دي. من عمر 6 شهور بيبدأ الطفل يطلع أصوات، الأصوات بتكون لها معاني وليها دلالات، من 6 شهور إلى 12 شهر. من بعد كده من عمر 12 شهر إلى سنة بيطلع يقدر الطفل يصدر كلمة، كلمة واحدة، الكلمة دي ممكن تكون لها معنى، ممكن يدخلها في جملة، ممكن، المهم الكلمة بتكون بتدل على شيء واضح وشيء له معنى. يتأخر الطفل أحياناً في الكلام بسبب الأهل الذين يلبون كل رغباته من دون أن يتكلم، وهذا ما يجعله يقتصد في كلامه، فهو ليس مضطراً للكلام أو التعبير أو الدفاع عن نفسه طالما أن كل ما يريده ينفذ. من الضروري تحفيز الطفل على الكلام، لذا فإن إرسال الطفل إلى الحضانة في سن الثالثة أمر جيد، لأنه يعود الطفل على التكلم والتفكير وطلب احتياجاته. فالحضانة تضع الطفل في موقع أنه ليس ملكاً والكل في خدمته، بل هناك أطفال مثله والكل لديهم الحقوق نفسها. مثلاً إذا كان يلعب بالكرة وجاء طفل آخر أخذها منه، في هذا الحال سوف يعترض. بنشوف هو هنا عمره في المجال اللغوي قد إيه. فرضنا أن هو الطفل عمره 3 سنوات، بيطلع لي بصفة عامة ممكن سنتين أو سنة ونص، وفي المجال اللغوي ممكن يطلع شهور لو هو عنده مشكلة في اللغة. فأنا من الناحية دي بقدر أحط خطة تتناسب مع طفل عمره 6 شهور أو 7 شهور حسب نتيجة التقييم، وعلى هذا الأساس إحنا بنحاول نرفع بالخطة الفردية اللي إحنا حاطينها، بنقدر إن إحنا نرفع العمر العقلي للطفل إلى العمر الزمني بتاعه، علشان نقدر بعد كده في سن دخوله للمدرسة إن هو يندمج مع الأطفال العاديين في الروضات. تأخر الكلام عند الأطفال له سببان، إما سبب طبيعي مثل أنه الطفل الأول وأن أمه وأباه لا يحدثانه أو لا يتحدثان معا أمامه كثيرا، وبالتالي فهو لا يسمع كلمات كثيرة ولا يرى من يتكلم فلا يحاول التقليد، وإما بسبب مرضي عضوي أو نفسي. آملين لأطفالنا حياة سليمة مليئة بالسعادة.